راديو نيل. يا صباح الخير والجمال على كل اللي بيسمعوا نغمة في آن من جديد وحلقة جديدة من إيد في إيد. كالعادة بكون معاكم وقام وجدي كل سبت وحد من الساعة 11 للساعة 12 صباحا. حلقة النهاردة أكون معاكم فيها نيرة شريف، وهنتكلم عن بناء الثقة والأمل مع مؤسسة سقيا الماء للتنمية. خلوني أقول في الأول إن أي حد بيعمل أي حاجة كويسة أو خير دايما بيقولوا الخير بيعم والخير بيعود. فحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفرحة اللي بنشوفها في عيون البسطاء في كل حاجة مختلفة إحنا بنعملها لهم. إحساسك إنك تكون سبب سعادة بياخدهم لعالم تاني، عالم يقدروا فيه إنهم يحسوا بالبهجة وبالسعادة وبالثقة إن بكرة أحسن وكل يوم فيه جديد. محور حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه في إطار إزاي تصنع ثقة في النفوس فتجمع الناس لطريق الخير. دايما لو حسيت ان حد بيعمل خير وزقك انك تعمل معاه انت كمان خير، في سعاده، في فرحه، في كمان حاجه جديده بنشوفها. وخصوصا لما في زحمه الدنيا اللي احنا بنشوفها دي بنلاقي عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني عندهم فكره لمؤسسه مهمه، مؤسسه تقدر تعمل خير على ارض الواقع وبنشوفه. هنتكلم بالتفصيل في حلقه النهارده مع ضيفنا اللي مشرفنا المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء للتنميه عزت طاهر. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، منورني. بنورك. قبل بقى ما ندخل في اي تفاصيل احنا عايزين نعرف او نسمع من حضرتك ازاي سقيا الماء قدرت تصنع الثقه والامل في النفوس بحكم ان انت عايش في القصه من اولها. طيب هي بدايه سقيا الماء اصلا جت ان احنا كنا عايزين نكون متخصصين في حاجه واحده علشان نقدر نطلع المنتج او المساعده او الصدقه اللي بتطلع بشكل شويه محترف، بشكل مختلف للناس او لاهالينا نفسهم يعني. اوكي. فمن هنا كنا بدانا بقى نعمل التخصص ان احنا نشتغل بس في الميه، في وصلات الميه او في الابار في مستوى المحافظات كلها. فكرة ان انا اخلي فريق او اشخاص هما كل اللي بيفكروا فيه مشروع واحد، ده بيخلي المنتج او بيخلي الصدقة تطلع بشكل فعلا الناس تحس بالفرق فيه. اوكي. ليه اول حاجة ان انا النهاردة انا خلاص ما بقاش عندي التشتت في كل حاجة، فبدل ما الفرد بيمسك مشروع لأ انا ممسكه مليون مشروع، فهو مش عارف يدي المشروع حقه او يطلع على صدقة او بالظبط. فده اللي احنا فكرنا فيه يعني. اشتغلنا شوية وبدأنا نعمل ثقة مع الناس وبدأنا نديهم الـ يعني زي ما بيقولوا دايما أعلى جودة في أقل وقت بأقل سعر. فبدأت الناس تثق فينا وتقول لنا طب ليه ما تفتحوش المجال التبرعات لحاجات أكتر، إحنا عايزين نتبرع لحاجة بره المية بس معاكم أنتوا اللي تنفذونها لنا. بدأنا نفكر طب إزاي نعمل الموضوع ده، إزاي نوسع من أنشطة المؤسسة برضو وإحنا بنحافظ على التخصص، بنحافظ إن كل المفروض أو كل فرد في المؤسسة هو ماسك الحتة بتاعته. بقينا نزود المتطوعين، نزود الإداريين اللي إحنا نشتغل معاهم بكل واحد برضو ماسك مشروع. كرة سقيا الماء بقى ليها المسؤولين على القرية، الأبار ليها المسؤول عن الأبار، الوصلات ليها المسؤول عن الوصلات، المتطوعين في المسؤول عن المتطوعين. فهو ده اللي ادى الثقة للناس، لأنه هو خلاص دلوقتي أنا لما أتبرع بوصلة مية أنا عارف هتصل بمين وهتابع مع مين ومين اللي هيتابع معايا، مين اللي هيبعت لي الصور، مين اللي هيبعت لي اللوكيشن، مين اللي هيطمني على الصدقة نفسها. طيب يمكن سقيا الماء مشروع ناس لمسته وشافته وشافت نتائجه. يمكن لو هنتكلم بقى عن وقف النخيل ده مشروع طويل الأجل، فإزاي تقدر تخلي فيه ثقة بين المتبرع إن هو يثق إن هو يتبرع في المشروع زي ده؟ طيب هي في البداية إن أنا النهاردة لما أفكر أصلا إن أنا أعمل للمتبرع صدقة تكون دايما زي ما حضرتك كنت بتقولي، دي أول الثقة. إن أنا النهاردة أنا مش بس بعمل أي يعني زي ما أنا شغال ما بطورش في الشكل اللي أنا شغال فيه، لا أنا دايما بفكر في الحاجة اللي المتبرع بيدور عليها. إن أنا النهاردة لما بدفع جنيه أنا عايز الصدقة بتاعتي تطول مدى كبير جدا جدا باخد عليها حسنات. أوكي. فمن هنا جت مشروع النخيل. طيب مشروع النخيل هو كان عبارة عن إيه؟ أنا شرحته كتير جدا بس بحب أشرحه تاني لأنه هو فعلا مشروع ما ينفعش يتعدى كده، لازم يتشرح مرة واثنين وثلاثة. أول حاجة هي إحنا عندنا في المؤسسة ثلاث قرى، في قرية سقيا الماء في وادي النترون دي 100 فدان، وادي الجديد 200 فدان، في سيوة 300 فدان. هي بتكون عبارة عن وقف نخيل. الوقف النخيل ده إحنا بنزرع نخل جوه القرية، مثلا لو هنقول في الوادي وادي النترون لأن هي دي اللي إحنا فعلا بدأنا فيها. أوكي. احنا بنزرع، هو الفدان بياخد حوالي 60 شجرة او 60 نخلة، انا اسف. النخلة دي المردود بتاعها بيطلع من 250 ل 350 كيلو بلح. ببيع البلح ده بيجيب لي مردود فلوس، ببدأ اوجه مع المتبرع من اول يوم هو اتبرع لي فيه
بمشاريع سقي الماء. يعني انا بقول له ان انا عندي النخيل دي موجوده وعندي الميه والوصلات والابار، انت تحب الريع اللي جاي من النخل ده يخش في اي مشروع دي على مدار كل سنه بيخش لي في مشروع جديد حسب اختياري. فيبقى انا النهارده انا بتاجر مع ربنا ازاي، بدفع 4000 جنيه بشتري بيها النخله بتاعتي بحطها في الارض، المؤسسه بقى هي المسؤوله عن كل حاجه من اول الري وشبكه الري والمتابعه بتاعتها وبيع المحصول وتوجيه الريع حسب الاتفاق اللي بيكون في الاول. طب خليني اسالك هنا، هل المتبرع اتبرع مثلا ب 4000 جنيه علشان النخله، هل بيبقى في تواصل معاه احنا وصلنا لايه وحصل ايه، ولا بمجرد ما هو بيدفع الفلوس بيبقى خلاص هو كده عمل الخير من وجهه نظره؟ بص احنا كان لسه الاسبوع اللي قبل اللي فات كنا عاملين حفله جوه القريه نفسها وجبنا كل المتبرعين اللي اتبرعوا بالنخل يشجعوا بايديهم الحمد لله. وموجوده الحفله حاليا دلوقتي اعتقد على الصفحه بتاعتنا على السوشيال ميديا، لو حد حابب يتفرج عليها ممكن يخش. كنت انا في كلمتي في يوم الحفله قلت حاجه، ان احنا مش جايبين الناس علشان هم يطمنوا بس، لا عشان احنا كمان نطمن، لان هي الصدقه دي هتكون امانه فرقتنا عشان ايد في ايد بالظبط كده. فعشان ان انا احس ان انا فعلا وصلت الامانه وارتحت خلاص، هي ما بقتش في حمل على رقبتي او حمل في رقبتي زي ما الناس دايما بيقولوا لي دي امانه في رقبتك، فجبتهم علشان هم يطمنوا وانا كمان اطمن. ان انت تعالى ازرع بايدك النخله وحط اليافطه قدامك. ايه موضوع اليافطه؟ انا النهارده متبرع بتبرع بالنخله بتاعتي، بيتعمل لي يافطه من المؤسسه عليها اسمي بتتزرع قدام النخله. اوكي. ليه؟ علشان اتاكد ان النخله دي بتاعتي، لان انا سهل ان انا ممكن اروح حاطط 60 نخله يجي 600 متبرع اقول لهم ال 60 نخله دول بتوعك. وبيحصل كتير جدا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يبقى فعلا المصداقيه هي السبيل اللي دايم معانا ومع المتبرعين. والارتياح كمان. بالظبط. يمكن المتبرعين او الانسان اللي عايز يعمل خير انواع، في حد معاه مبلغ والمبلغ ده هو عايز يستثمره مع ربنا وعايز يعمل بيه خير وخلاص، وفي حد بيحب طول ما هو بيشتغل وبيبقى ليه مثلا جانب ربح لا انا هخصص جزء منه للخير ومع المؤسسات طبعا اللي ذات ثقه زي سقيا الماء. هل المتبرعين اللي بداوا مع سقيا الماء هم نفس المتبرعين اللي كملوا وقف النخيل ولا في ناس جديده؟ انا عايز اقول لك ان احنا اصلا قبل سقيا الماء كان في مؤسسه اسمها ابني مسجد، دي معانا من 2011 2012 في الرينج ده يعني. نفس الناس دي هي اللي معانا لحد النهارده اللي بتتبرع لسقيا الماء. ده دليل على ايه؟ دليل ان احنا فعلا بنكون دايما متابعين مع الناس في كل حاجه. يعني انا المتبرع ممكن يتبرع ببير واحنا طلعنا مشروع جديد اسمه شجر الزيتون ممكن نتكلم عليه كمان شويه. اوكي. فبيلاقي المتبرع لما بيتصل بيا يقول لي انا اتبرعت معاك ببير من سنه وعايز اعمل جنبه شجر زيتون. بطلع له الداتا بتاعته بقول له اه يا فندم في المكان الفلاني وجاهز ان احنا نعمل كذا، فهو بيحس اريحيه ان انا مش بس دفعت الفلوس والناس خلاص عملت لي الصدقه وبعتتها لي ونسيوني. لا هم لسه فاكرين حتى الداتا بتاعتي وفاكرين المكان ومتابعين معايا دايما. طيب وقف النخيل ثماره بدات تعود على جهات خارج مبادره سقيا الماء للتنميه من خلال توجيه العائد المادي لمعهد اورام السد بالتجمع الاول، ايه رايك بقى في فكره الربط بين المشروعات والاخرى بهدف واحد طبعا هو نشر الخير؟ طيب هو المشروع في الاول اصلا كان معمول بغرض التنميه. يعني ايه بغرض التنميه؟ انا النهارده في محافظات كتير جدا او في معاهد او في مستشفيات او في اماكن كتير جدا هي محتاجه يكون عندها دخل ثابت علشان تقدر توظف الادويه بقى توظف الاماكن المتاحه عندها. فانا النهارده لما اعمل وقف النخيل ده واوجه جزء منه للمستشفيات زي مستشفى مرضى السرطان أورام السرطان فانا النهارده بعمل ايه؟ انا بخلي المستشفى هي عارفه ان هي داخل لها كل سنه مبلغ معين فهتقدر توظف ان كانت بقى هتجيب ادويه ان كانت هتزود سراير ان كانت فانا بحاول اعمل تنميه في الجزء ده واساعد في الحته دي ان انا اخلي فيه حاجات ثابته لكل مكان تنميه انا عايز اعمل فيه تنميه في الفتره الجايه. وبرده المتبرع بيبقى عارف. طبعا لان انا في الاول بديله وثيقه، الوثيقه دي بيكون زي عقد ما بين المؤسسه وما بينه، بيكتب فيها الاسم بيكتب فيها المبلغ اللي دفعه وبيبقى فيها مربعات كده اختيار يعني بيوجه المشروع بتاعه لفين، للوصلات بقى للنخيل للمستشفى لايا كان اللي جوه المؤسسه متاح بنعمله في المربعات دي. وبنبدا بعد ما بنخلص القريه بنبدا نجيب بقى كل الوثائق دي لان هو بياخد نسخه وانا معايا نسخه،
فببدا اجمع الوثائق دي، وببقى انا عارف بقى ان انا كل سنه في سنويا داخل لي من الريع بتاع النخيل ده اللي هيتباع، داخل لي 100 وصله او 100 يعني نخله رايحه رايح للوصلات، 100 نخله رايحه للابار. فببقى انا عارف ان انا دايما كل سنه انا عندي 10 ابار هيتعملوا من ريع الارض بتاعتي. اوكي، يبقى انا خلاص مثبت الحاجات دي عشان المتبرع نفسه يستفاد منها. لسه مكمل معايا في ايد في ايد المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء للتنميه استاذ عزت، ورقم الاس ام اس 153، تليفونه هو 38353316، الفان بيج هي نغم اف ام بالعربي بالانجلش. كمان تقدروا تسمعونا على ترددنا على النايل سات 12169. وما تنسوش بقى ارقام التبرع لمؤسسه سقيا الماء للتنميه، الرقم المختصر 15664، رقم التليفون او الموبايل 011-2836-284، وللتبرع عن طريق اي مكتب بريد باسم مؤسسة سقيا الماء الرقم 02-04-11-2035-4818، او على فودافون كاش 010-30-8-472. وطبعا اعداد حلقة النهاردة لشريف الصمدي، لسه مكملة معاكم نيرة شريف. فاصل ونرجع نكمل حلقة النهاردة. لو عندكم اي اسئلة تقدروا تبعتوها على 105.3. كملا معاكم نيرة شريف، وضيف حلقة النهاردة المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء التنمية الأستاذ عزة طاهر، وبنتكلم النهاردة عن سقيا الماء بتقدم كل جديد لأهالي القرى الحدودية. طيب احنا يمكن قبل الفاصل عايزين نتكلم بتفصيل شوية عن ايه الخدمات اللي بتقدمها سقيا الماء، واحنا اتكلمنا يمكن من شوية عن المصداقية وعن ان في ناس مكملين بقالهم فترات، صح كده؟ بالظبط. من الأول بقى الموضوع. طيب خلينا نقول برضو يعني هو فكرة الـ قرية سقيا الماء منين جت او ليه عملنا قرية سقيا الماء، هي فكرة ان احنا الاسم بتاعنا هو قرية سقيا الماء للتنمية. طيب انا عايز اعمل تنمية في المحافظات، عايز اغير اصلا مفهوم الصدقات او مفهوم التبرعات عامة. يعني انا نفسي اخرج المحافظة اللي انا بخش اشتغل فيها من اطار ان انا بلم لها تبرعات، او هي محتاجة ان هي فرص عمل، محتاجة ناس عايزين مساعدات، كل ده انا نفسي كمؤسسة اغير المفهوم ده. فمن هنا جت فكرة ان احنا نعمل بقى اللي هي قرية سقيا الماء، اللي هي بتوفر فرص عمل اولا لاهالينا اللي هناك جوه المحافظه. يعني انا لما بجيب مزارعين انا بجيبهم من جوه المحافظه، فادي فرص عمل يدعمله. صح بالظبط كده. مهندسين اللي هيتابعوا بدور على جوه المحافظه، الشركات اللي هتعمل لي شبكه الري من جوه المحافظه. فانا بعمل ايه النهارده؟ انا بعمل تنميه شامله للمحافظه دي. طيب الناتج اللي هيطلع او الريع اللي هيجي من النخيل، انا بيكون في جزء كبير جدا رايح لجوه المحافظه دي اصلا. يعني انا النهارده لما يجي لي نسبه من المتبرعين عايزين يتبرعوا للوصلات الميه، فبشوف المحافظه دي مين اهالينا اللي جوه المحرومين من وصلات الميه، وببدا اعمل لهم وصلات الميه جوه. فيبقى انا النهارده عملت مشروع هو بيخدم اصلا المحافظه نفسها. فيبقى انا خرجت فكره التنميه او عملت التنميه بقى المستدامه جوه المحافظه دي. فعلشان كده احنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت على لسه عندنا بعض الحاجات اللي احنا عايزين نعملها جوه القرى. زي ايه؟ يعني في الوادي الجديد احنا عندنا 200 فدان اشتغلنا او هنشتغل فيهم في النخيل، وفي 200 فدان هنشتغل فيهم بقى الفتره الجايه على حاجات كتير جدا. دايما متعودين مع المتبرعين بتوعنا ان احنا ما بنقولش الحاجات دي الا لما بنبدا فيها. فاحنا الوقت عشان المصداقيه بالظبط كده. فالوقت الحالي احنا شغالين في بقى تجهيز الارض من البؤر، من الشبكات الري، من الحاجات دي كلها عشان نبدا فيها على طول. فهي خلال الفتره الجايه ده مرسى مطروح ده الوادي الجديد. طب وفي انا سامع في مرسى مطروح الفتره الجايه، صح كده؟ يعني في مطروح يعني هو كان استاذ محمد كان دايما يقول لي مرسى مطروح هي واخده معاكم نصيب الاسد، لان هي فعلا اكتر من المحافظات اللي احنا اشتغلنا فيها في صدقات كتير جدا، وركزنا فيها في شغل الابار والوصلات، وحتى يعني عندنا حاجه اسمها حمله اهالينا. الحمله دي احنا عملنا فيها جزء التنميه بقى والمساعدات والاسقف وتوزيع الكراتين والوصلات.
فاحنا عاملين حاجات شامله جدا. بس برضو يعني انا مطروح معلش انا خليها برضو في لينك لوحديها عشان اعرف بتفصيل، لان يعني مطروح انا المسؤول عن مطروح كمان يعني كمان. انا مسؤول عن مطروح، فبحب استفيد بقى في موضوع الابار وموضوع المياه يعني. طيب من اهم الخطط في المراحل انشاء قريه جديده توفير طبعا مركز طبي ومدرسه والحاجات الخدميه اللي بتفيد وبتبقى نافعه لاهل القريه والقريه نفسها. الاهتمام بقى بتقديم الخدمات طبعا زي دي بيكون ليها او ماشيه على اساس من التطور القرى وتنميه المنطقة بشكل عام، صح كده؟ بالظبط. يعني هي الفكرة التنمية اللي احنا قلنا عليها، هي فكرة ان انا اوفر للقرية. يعني انا دي بقى الحاجات اللي انا كنت بقولك احنا بنحضرها اصلا في الوادي الجديد، هي نفس الفكرة دي. ان انا ليه ما اعملش بقى جوه القرية يبقى فيه 200 فدان تاني، فيهم مستوصف، فيهم اسم، فيهم مش عارف يعني مدرسة، بنعمل كل حاجة محتاجها القرية، وهنوثق القرية باسم مؤسسة سقيا الماء عشان يكون فيها كل الكينونة اللي تقدر فيها اهالينا يعيشوا جوه المكان ده، ويكون متوفر لهم كل الخدمات وكل المصالح اللي هم يحتاجوا يشتغلوا فيها او يكون موجوده ليهم يعني. هو لو عندكم اي سؤال تقدروا تبعتوه على 105.3، رقم الاس ام اس تليفوننا هو 38353316، والفان بيج هي نغم اف ام بالعربي بالانجلش. ضيف حلقه النهارده مدير الاداري مؤسسه سقيا ماء التنميه استاذ عزه الطاهر، وارقام التبرع لمؤسسه سقيا ماء التنميه الخط الساخن هو 15664، رقم الموبايل 011-28-36284، للتبرع عن طريق اي مكتب بريد باسم مؤسسه سقيا ماء على رقم 0204-11-2-3-0-3-5-4-8-1-8، ومن على اي فودافون كاش رقم التليفون 010-30-8-4-7-2. فاصل ونرجع نكمل حلقة النهاردة، خليكم معانا وإيد في إيد. مع مشروعات مؤسسة سقيا الماء للتنمية، واللي في الحقيقة ليها أثر واضح في كل قرية بتنزل تشتغل فيها وبتسعى طبعا لتطويرها. ومن المشروعات دي مشروعات التحلية، دي واحدة من المشروعات اللي حققت نهضة تنموية وخدمية لكل مكان بتخدم فيه. كلمنا بقى عن المشروعات، أو اتكلمنا إحنا عن المشروعات ومحطات التحلية، وشايف دور إزاي في مساعدة أهالي القرية، غير إن هي بتوفر لهم طبعا مية. وعايز اسال سؤال كمان، هل لما بتروح مكان فيه اوريدي مكان لتحليه المياه، ده بيبقى اسهل ان انت تعمل له زي مش هقول صيانه اللي هي ان هو بالظبط كده، ولا ان انت تروح في مكان تعمل فيه من الاول خالص؟ طيب هو احنا دايما في المؤسسه مش بندور على الاسهل على قد ما بندور على الاستفاده او الافاده للناس. اوكي. بمعنى يعني انا في محافظه هنا احنا يعتبر عملنا محطه، كانت المحطه دي ما كانتش شغاله يعني، هي كانت موجوده بس واقفه خالص عن العمل، فهي يعتبر احنا عملناها من اي تو زد. مش اسهل تعب انا بتكلم في وقته بالظبط. لا انا فاهم والله بقى يعني، فهي انا كنت نفس الفكره انا بتكلم فيها دلوقتي. ان انا لما رحت انا اعتبر انا عملتها من اي تو زد، يعني هي كانها ما كانتش موجوده، لان انا غيرت كل حاجه كانت جوه المحطه نفسها. في الناحيه الثانيه في مطروح لا، احنا رحنا في محطات هي بالاوريدي هي شغاله اصلا، تروح ليها نصيب الاسد بالظبط. فادوني فرصتي بقى اتكلم يعني. يلا عايزك تحكي بالتفصيل بقى. طيب هي مرسى مطروح معروفه ان هي من المحافظات الحدوديه، ومعروفه ان هي اصلا من المحرومين من المياه، لانها صعوبه المكان وصعوبه الصحراء بيصعب او صعب ان احنا نوصل فيها وصلات مياه او مواسير مياه رئيسيه. طبعا مياه صالحه للاستخدام اللي هو الشرب والاكل والكلام ده بالظبط كده. فبيكون البديل ليهم هناك الابار. ليه الابار؟ لان هو انا النهارده علشان اوصل مثلا لقريه اسمها سيدي براني، اوصل لها وصلات ميه مسافات بعيده جدا طبعا. جدا احنا بنخش جوه الصحراء ممكن نعدي 50-60 كيلو علشان قريه فيها 15 بيت، وفيها 15 بيت وعايشين بس اوكي. هي مطروح هناك هي يعتبر كلها قبائل، فالقبائل دي هي ما بتعيش كلهم في حته واحده، لا كل قبيله واخده جزء من الصحراء وعايشين جواها. فبضطر ان انا كل فتره او كل مكان اروح الاقي فيه مجموعه من الناس، فان ان الدوله بقى توصل وصلات ميه لاماكن زي دي اعتقد هتبقى صعبه جدا ومكلفه جدا جدا. فسالنا طب ايه البديل يا جماعه ان احنا نفيدكم ونطلعكم من بؤره حته الاحتياج للميه دي. فعرفنا ان هم من ايام الرومان وهم شغالين على الابار، يعني بالظبط في ابار من ايام الرومان ودي شغالين احنا فيها حاليا صيانه يعني. اوكي. فقلنا طب خلاص هنعمل الابار. طب هل الابار هي المياه الجوفيه ودي المتعارف عليها في كل حته؟ طب قال لك ان برضو ان مشكله مطروح ان الباطن الارض او المياه الجوفيه بتطلع مالحه،
فلو انت طلعتها لي ميه مالحه هتضطر تعمل وحده معالجه. طب وحده المعالجه دي هتتكلف تكاليف كبيره جدا ممكن تعدي ال 150,000 جنيه. طب انا النهارده لو قلت يا جماعه انا عايز اعمل بير بتكلفه 150,000 جنيه او 200,000 جنيه هعمل كام بير؟ كام متبرع هيتبرع بالمبلغ ده كله؟ فلقينا ان هي هتبقى فيها صعوبه ان انا اخدم كل اهالينا دي. طب يا جماعه ايه البديل عندكم؟ يعني هل انتوا في 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 في, في الكوره دي بتجمعوا ال 150,000 جنيه وتعملوا بير ليكم؟ فقال لك هم عايشين ازاي بالظبط؟ بالظبط كده. قال لك لا احنا عندنا البديل اللي هو ابار تخزين الامطار. اوكي. يعني ايه؟ يعني هو احنا بنحفر غرفه تحت الارض بحسب المساحه من اول 30 لحد 1000 2000 3000 متر يعني شغالين. وبتبدا الاوضه دي بتكون متنحره ان هي نقفل كل المسام علشان ما يتصرفش المية منها. وبعد كده مية المطر اللي بتنزل بتتخزن جوه الأوضة دي أو جوه البير ده. طيب هل بقى، وده السؤال اللي بيجينا كتير جدا، هل المية دي بتكون صالحة للشرب؟ ما بيكونش فيها أمراض؟ ما بتتعبش أهالينا هناك؟ جبنا متخصصين وحللنا المية ولقينا إن المية ما فيهاش أي مشكلة خالص، وبشهادة بقى أهالينا نفسهم اللي في مطروح قالوا لنا إن المية دي بتكون يعني طعمها أفضل من المية المعدنية، والفوائد اللي فيها برضو فيها فايدة من المية المعدنية. طيب احنا لما بننزل فيديوهات الناس كانت بتسالنا، طب الفيديو لما بينزل بيبقى فيه رمل نازل مع الميه دي، ازاي الناس بتشرب الميه؟ دي بعوامل ربانيه ما لناش تدخل فيها. بعد 15 يوم كل الرواسب اللي في الميه بتترسب في بطن البير تحت، والميه بتكون يعني نقيه جدا جدا جدا. بس هو في استمراريه للميه في البير ده؟ بصي بقى، انا قلنا ان احنا البير ده لسه كنت هقول مياه الامطار. طيب هو حسب الاسترشاد او الاستهلاك بتاع الميه ممكن الميه تكفيه من السنه للسنه حسب المساحه بتاعته. طيب مثلا جينا بقى في الشتاء هو شرب منها واستخدمها للبيت عنده والرعي والحاجات دي كلها وخلص الميه خلصت في الصيف. ايه البديل؟ البديل عندنا في المؤسسه فكرنا في ثلاث حاجات او في حاجتين بالظبط. اول حاجه كانت محطات التحليه اللي احنا رفعنا كفاءتها، هي اوريدي كل مواطن هناك بيكون ليه نسبه كل اسبوعين بيروح ياخد 4 طن ميه، فانا فكرنا ان احنا نرفع كفاءه المحطه دي ونزود بير تاني فيزيد النسبه بتاعه الاسره، بدل ما ياخد 4 طن ياخد 8 ياخد 10 طن، ويقدر كل الابار اللي تخلص بقى في الصيف يروح المحطه دي ويقول لهم انا عايز ميه تملا لي البير بتاعي، فيبقى انا حافظت على البير في الصيف بالميه اللي انا باخدها من المحطه نفسها اللي هي فيها وحده المعالجه، الميه المنقاه من كل الرواسب ومن كل الملح اللي فيها، وفي الشتاء الامطار بتنزل. طيب راح يجيب من المحطه لقى نسبته خلصت والميه خلصت منه، هل اوقف الصدقه بتاعت المتبرع؟ لا. فكرنا بقى في الابار بتاع الرومان اللي هي بتكون بمساحات رهيبه، بتبدا من 500 متر مكعب لحد احنا وصلنا 2550 متر مكعب دبير. ده بيشيل 2550 طن ميه، فهي مساحه كبيره جدا جدا جدا، فبنقدر ان هو من خلال البير ده يروح يسحب الميه من جوه البير ويملى البير بتاعه. يبقى انا عملت ايه؟ او وفرت له طريقتين يقدر يجيب منهم الميه لو الميه خلصت منه. طيب الطريقه الثالثه والاهم بالنسبه لي، هل المؤسسه هتقدر ان هي، يعني احنا بنقول ان الصيانه بتتم للبير كل 10 سنين وان الميه ممكن تخلص في الصيف، طب هل المؤسسه، يعني احنا في السنه اللي فاتت احنا منفذين 630 بير في مطروح؟ في مطروح. فهل هقدر انا كمؤسسه الف على 630 بير عشان اتاكد ان الصدقه موجوده وان الميه موجوده؟ يعني اللوجيك كده صعب. مش اكيد. فقلنا الفكره اللي تريح المتبرع وتريحنا انا كمؤسسه ان احنا نعمل مشروع زيتون، وده كان اول مشروع يتعمل في محافظه مطروح. ايه مشروع الزيتون دي؟ احنا بنعمل او بنزرع جنب البير 50 شجر الزيتون، بيوفر للاسره حوالي 12,000 جنيه سنويا، يعني 1000 جنيه في الشهر. ال 1000 جنيه دي انا بوفرها للاسره ليه؟ اول حاجه لصيانه البير، لو البير خلص او البير يعني بقى فيه رواسب كتير وعايز يصينه فيقدر يصينه من المبلغ اللي بيجي له، لو البير الميه خلصت منه فيقدر يروح يشتري ميه ويملى البير بتاعه. طب انا سؤال قبل ما حضرتك تكمل هنا، لو حصل ان البير فيه رواسب هل بيبقى فيه تواصل بين اهل القريه وانتوا عشان تعرفوا؟ بص حاجتين، اول حاجه بيبقى فيه تواصل دايم معانا، دي حاجه. حاجه تانية، انا النهارده الميه قطعت عندي في البيت، هل هدور على صاحب العماره عشان يجيب لي ميه او يجيب لي ازازه ميه؟ لا. ولا انا هنزل اجيب الميه؟ طبعا هجيب. فهو انا بنطمن المتبرع بالحته دي ان انا النهارده انا محتاج الميه، فاكيد مش هسيب البير بتاعي ما فيهوش ميه لحد ما يجي لي المسؤول عن البير عشان ينظفه. الكلام ده في مرسى مطروح بشكل عام ولا في سيدي براني زي ما قلت؟ لا، في مرسى مطروح كلها احنا شغالين من اول يعتبر الضبعه، يعني من نزله الضبعه كده لحد سيدي براني. الضبعه دي
قبل ما تروح بحوالي يعني او القريه راس الحكمه قبل ما تروح ب 70 كيلو الضبع سيدي براني بعد ما تروح ب 140 كيلو. طيب انت زي ما قلت من شويه ان في اماكن بيبقى فيها مثلا 15 بيت بس، الناس دي عندهم مستشفى، عندهم جامع، عندهم تعليم، عايشين ازاي؟ طيب هو في مطروح التعليم عامه بيتعمل لهم مدارس اسمها مدرسه الفصل الواحد. يعني بيكونوا مثلا 15 بيت دول هم كل الاطفال اللي جوه كلهم في سن واحد، يعني ايا كان حتى لو كبير هو كلهم 17 سنه و4 سنين. كلهم بيخشوا الفصل الواحد ده بياخدوا نفس المنهج بتاعهم. الفكره ان هو طبعا ما بيتوفر لهمش مش في كل مكان في مدرسه. بس بيحاولوا يجمعوا بقى الاماكن القريبه من بعض ان هم يكونوا ليهم مدرسه. المستشفيات بتكون صعبه طبعا ان هي تعمل مستشفى او مستوصف بالبعد اللي انا بتكلم فيه اللي هو على بعد 50 كيلو جوه الصحراء، ما فيش طبعا. وكل ده جوه مرسى مطروح. طبعا محافظه مطروح هي من اكبر المحافظات في مصر. يعني هي ضمه بقى زي ما بقول لحضرتك من اول الضبع ورا لحد سيدي براني والناحيه الثانيه سيوه، كل ده محافظه مطروح فعلا. وعايز اقول لك هو تعدد السكان هناك اعتقد يعني ما عداش النص مليون. بس التفرق اللي هم فيه والتوزيع اللي هم فيها هي دي اللي مخليه بس الموضوع صعب كبير. والموضوع صعب بالظبط. طيب من مميزات طبعا سقيا الماء ان كل المشروعات بتتم بعد بروتوكولات وتعاونات مع مؤسسات الدوله، شايف ازاي بتضيف مصداقيه للمشروعات؟ مؤسسه قدرت خلال سنه واحده من تاريخ انشائها انها تحقق كل الكم ده من الانجازات. طيب انا النهارده لما لو هنكمل برضو يعني بما ان اللينك ده خد مطروح فهكمل في حته مطروح. انا لما عاوز اعمل ابار لازم اكلم المختصين بالمكان علشان اطمن اولا. لما انا عايز اعمل للاسره الاكثر فقرا هناك في القريه فادور على مين المنوط ليه ان هو يطلع لي الاسر دي، يبقى الشؤون الاجتماعيه. فبروح اخبط على باب الشؤون اقول لهم انا النهارده انا عايز الناس دي، فبيدوني. ادي اول جهه بتعامل معاها. تاني حاجه المحافظه او نخلينا في رئاسه المدينه، بروح رئاسه المدينه اقول لهم يا جماعه انا هشتغل عندكم في المدينه هناك وعايز منكم جواب مختوم ان القريه او المكان او الارض اللي انا هعمل فيها البير، الارض دي مش هتيجي تقول لي انا هردم البير بتاعك علشان بعد ما ابدا اشتغل. بالظبط، لان دي فلوس بتتصرف، دي حاجه صدقه الناس بتحطها، دي حاجه الاهالينا نفسهم من حقهم يشربوا ميه طبعا. فباخد جواب من الشؤون او من رئاسه مجلس المدينه ان الارض دي ما فيهاش مشكله. ببعت جواب للمحافظه نفسها بقول له ان انا خطبت الشؤون وخطبت رئاسه مجلس المدينه وادوني الموافقات، انا عايز منكم انتوا كمان موافقه وعلم ان انا اشتغلت في الاماكن دي. طب ده يعتبر روتين شويه، هل ده بيعطلكم عن شغلكم؟ لا ولا خالص. بيبقى فيه سرعه استجابه؟ يعني بصي انا هقول لحضرتك، انا النهارده احنا شغالين في تنفيذ 150 بير. زي ما في الفريق بيتابع التنفيذ ال 150 بير بيبقى فيه فريق تاني شغال ان هو بيجهز له الابار الجديده بالتصاريح خلص ده هنبدا في ده على طول. بالظبط، علشان كده هو ده التخصص الوقت اللي كنا بنتكلم فيه. ان انا معايا الفريق، هو في فريق بينفذ، في فريق بيبحث، في فريق بيتابع، في فريق بيخلص الاجراءات، في فريق بيعمل البروتوكولات وهكذا، عشان نقدر ان احنا نكون بنواكب السرعه وبنواكب التبرعات بتاعه المتبرعين. ارقام التبرع لمؤسسه سقيا ماء التنميه 15664، الموبايل 011-28-46-284، والتبرع من اي مكتب بريد باسم مؤسسه سقيا الماء الرقم 02-04-11-24-54-814، وعن طريق فودافون كاش 010-30-8-472. لسه مكمل معايا ضيف حلقه النهارده المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء التنميه الاستاذ عز الطاهر، وهنرجع نكمل حلقه النهارده. خليكم معانا، لو عندكم اي سؤال تقدروا تبعتوه على 105.3 رقم الاس ام اس او على الفان بيج نغمة اف ام بالعربي بالانجلش. ايد في ايد على نغم اف ام، لسه مكملين معاكم ومكمله معاكم نيره شريف مع ضيف حلقه النهارده الاستاذ عزه طاهر رئيس او مدير اداري لمؤسسه سقيا الماء التنميه. طيب في ظل بقى اللي بتقدمه مؤسسات المجتمع المدني من دور ملموس طبعا على ارض الواقع وتحقيق نتائج ايجابيه الحمد لله، بالفعل استفاد منها شريحه كبيره من كل اهالينا في كل مكان بتبداوا شغل فيه، حابب بقى تتكلم معانا وتشاركنا عن فكره التعاون مع بين المؤسسات في المشروعات التنمويه زي اللي بتقدموها مثلا مؤسسه سقيا الماء للتنميه. ايه رايك لو المؤسسات التنمويه تتكاتف ويبقى فيه هدف كده واحد طبعا الرقي ونمو القرى الأكثر احتياجا؟ طيب هو طبعا ده مهم جدا جدا لان هي دور المؤسسات فعلا ان احنا نكمل بعض. يعني كان لما كنت بتكلم مع حضرتك من شويه على محطه التحليه اللي فينا في الذهانات،
المحطة دي اللي كان فيها بدأ فيها هي مؤسسة أصدقاء مرضى السرطان. كانوا هم بدأوا فيها شغل وبعد كده توقفوا، فإحنا رحنا نكمل مكانهم. يعني عايز أقولك المحطة دي بيبقوا معرفينكم إن إحنا مش هنقدر نكمل، فأنتوا حد يكمل؟ لا بص، إحنا لما رحنا شركة المية وسألناهم إيه المحطات اللي عندكم محتاجة دعم أو محتاجة إن إحنا نشتغل فيها، فقالوا لنا المحطة دي كانت بدأت فيها المؤسسة ومحتاجين نكمل. تعثرت أو ما؟ فإحنا بدأنا، مش تعثرت، هم يعني كانوا موقفينها فترة، فإحنا طلبنا منهم طب احنا هنكمل. فتكلفه المحطه كانت مكلفه 22 مليون فمبلغ كبير جدا. ففكره ان احنا نكمل بعض، وان احنا حتى في الافتتاح هم جم واحنا كنا موجودين، ومحافظ جه افتتح المحطه، فاحساسنا بالفرحه ان احنا حطينا ايد بقى ايد في ايد فعلا في ان احنا نطلع بحاجه زي دي بتفيد 200 الف نسمه من اهالينا او 14 قريه. فدي كانت حاجه فعلا مفيده جدا ومهمه جدا بالنسبه لنا. الفترة الجاية بقى احنا كمان داخلين على رمضان، والخير ما بيوقفش في رمضان. يعني في ناس ممكن تفضل مكسلة السنة كلها وتيجي في رمضان بتعمل خير في كل اتجاه، وبرضو في ناس ما تبقاش عارفة توظف الخير فين. فالفترة الجاية قول لنا ايه بقى المشاريع والافكار اللي في دماغك. طيب هو الفترة الجاية احنا كنا اعلنا قبل كده ان احنا في 2021 عايزين بقى نغير دم سقي الماء ونتوسع في محافظات جديدة ما دخلناهاش. فاحنا الايام اللي فاتت كان رئيس مجلس الامنة كان موجود في سيناء بيشوف بقى اجراءات ان احنا نخش مبادره حياه كريمه هناك ونبدا نساعد في الابار، صيانه الابار، نبدا نساعد. قدمتوا فعلا مش كده؟ قدمنا فعلا وكانت الموافقه يعتبر جات لنا خلاص. هيل. بس بنحضر بقى للكره اللي احنا هنبدا نشتغل فيها في تخصصنا يعني. فاحنا هنخش سينا ان شاء الله في صيانه ابار، وهنخش سينا في كراتين رمضان. لسه كنت يوم الجمعه اللي فاتت ده كان اول يعتبر تعاون، بس لسه مش يعني مش رسمي قوي لحد ما يتمد البروتوكول مع وزاره الشباب اللي فعلا بيقوموا بمجهود قوي جدا جدا. يعني لما روحنا معاهم ولقينا قد ايه بيهتموا بقى بالبراعم او بالنبت الصغير اللي بيطلع وشرحوا لنا كده ان هم بيدوا دورات وبيروحوا بيساعدوهم مش عارف، فحسينا ان هم بيعملوا دور مهم جدا. فاحنا دورنا قلنا ان احنا طب ما احنا هنساعد معاكم بقى في الجزء بتاعنا على قد شغلنا. ازاي؟ انتوا طالعين قافله علشان المراكز او عشان البراعم دي، انا ممكن اقدر اوفر قافله طبيه اطلع بيها في نفس المحافظه، اقدر اوفر كراتين. يعني احنا الجمعه اللي فاتت احنا وفرنا 500 كرتونه لاهالينا هناك. ففي ان شاء الله على صدد بقى مضي او امضاء بروتوكول تعاون ما بيننا وبين وزاره الشباب، وان شاء الله يكون انجاز جديد لمؤسسه سقي الماء ويعني اضافه لاهالينا نفسهم ان شاء الله. في رمضان بقى خلاص داخل، وزي ما حضرتك بتقول يعني هو في ناس بتبقى بتحوش اصلا عشان رمضان. ده حقيقي، يعني بيستنوا كده ممكن يبقى معايا فلوس ان الشهر ده هتبرع، لا انا هستنى رمضان واتبرع بقى كتير. ففعلا هو شهر الخير وشهر اللي بيزيد فيه التبرعات جدا. يا فرحه اهالينا بالشهر ده، لانهم هم فعلا الناس كلها بتكون حواليهم. احنا كمؤسسه سقي الماء موجودين طول السنه، بس بنحاول على قد ما نقدر بقى بنسبه التبرعات اللي بتكون كتيره مع الناس ان احنا نعمل ده. فانا بقول للناس تابعوا بقى السوشيال ميديا عندنا او الصفحه عندكم، هتلاقوا كل اخبار رمضان وكل حاجه في رمضان، وربنا يتقبل مننا جميعا. بمناسبه رمضان ويا رب يتقبل مننا جميعا، قلتوا الفتره الجايه هيبقى في شغل في سينا، وقلتوا هيبقى في ابار وهيبقى في كراتين. هل الكراتين دي هتبقى مقتصره بس لرمضان ولا هتبقى يعني هتستمر؟ بص انا احنا الخميس يعني الجمعه اللي فاتت وزعنا الكراتين، ودي ما لهاش علاقه برمضان. 500 كرتونه. احنا مش مرتبطين بشهر معين عشان نوزع فيه سلعه او عشان نعمل فيه مشروع، لا احنا شغالين طول الشهور نفس المشاريع وكل حاجه. ممكن في رمضان بتزيد، يعني رمضان اللي فات احنا كنا موزعين 50,000 كرتونه على مستوى المحافظات. ال- 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 السنه دي احنا بنتمنى ان هم يكونوا 100,000 200,000 كرتونه. طبعا كل ما الخير يزيد بالزبط. الناس هتستفيد اكتر. والكرتونه عندنا يعني بتبقى فيها مكونات كتير جدا ومش غاليه، يعني احنا بنتكلم في من اول 200 لحد 300 جنيه الكرتونه. الفرق ما بينهم ان احنا ممكن ام 300 دي بنزود بقى كيلو لحمه، بنحاول نحط حاجه كده ان هي تكون فرقه شويه لاهالينا هناك. فتابعونا يعني، تابعوا الصفحه عندنا هتلاقوا كل المكونات بتاعه الصفحه، هتلاقوا كل مشاريعنا، هتلاقوا كل تحركاتنا كل ما هو جديد الفتره الجايه باذن الله. اخر حاجه، يمكن احنا من شويه واحنا بنتكلم عن هل في روتين بيعطل شغلكم، فقلت لي احنا في جهه بتشتغل وفي جهه بتحضر الشغل اللي بعده. هل يعني انتوا شغالين دلوقتي في قريه، عينكم على قريه تانية هنخلص وهنروح على طول على هناك، ولا بنخلص ده وبنشوف هنعمل ايه بعد كده؟ احنا عيننا على كل المحافظات. يعني احنا عيننا على كل المحافظات، وبالفعل في ناس شغاله جوه المحافظات اللي احنا شغالين فيها حاليا، جوه المحافظات القرى بقى والحاجات الصغيره اللي ممكن يعني ناس كتيره ما تكونش تسمع عنها اصلا. دور المتطوعين بقى معانا، هم المتطوعين بيجيبوا لنا الكرة والنجوع اللي جوه المحافظات اللي احنا اصلا ممكن ما نوصل لهاش، هم بيوصلونا ليها.
أنا بشكر حضرتك جدا المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء التنمية أستاذ عزة طاهر، ويعني ربنا يقدركوا على فعل الخير كده دايما، تفضلوا مستمرين بنفس الروح وتشوفوا وتفرحوا بنجاح الملموس اللي بيحصل في كل مكان أنتوا بتروحوا فيه، ويجعل كده دعاء الناس كلها من نصيبكم يا رب. أرقام التبرع لمؤسسة سقيا الماء التنمية: الخط الساخن 15664، الموبايل 011-2846-2864. للتبرع طبعا أي مكتب بريد باسم أسس سقيا الماء على رقم 02-04-11-2-3-0-3-5-4-8-1-8، وعن طريق فودافون كاش رقم 010-30-8-4-7-2. إعداد حلقة النهاردة كان لشريف الصمدي، وإن شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد من 11-12 أكون معاكم أنا مجدي. كنت معاكم نيرة شريف، ونشوفكم على ألف خير، ودايما كده إيد في إيد. باي باي.